ها قد انتهى شهر رمضان وانتهت فريضة الصيام، والحكمة القرآنية للصوم هي التقوى، حيث يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم إذا امتثلتم لعلكم تتقون. وفي الحقيقة أن حكمة التقوى هي مترتبة على مطلق العبادة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى في كلمات إمامنا الصادق المروية فسرها: أن لا يفقدك الله حيث أمرك، يعني الواجب تمتثله، ولا يراك حيث نهاك، يعني المحرم تجتنبه. التقوى خيرها في القرآن والسنة تنعكس على الدنيا والآخرة. خلينا نجيب آية قرآنية ورواية لنتعرف على أن التقوى خيرها للدنيا والآخرة، ثم نتكلم عن بعض خيرها الدنيوي. الأخروي ما بنتكلم عنه، وإيش نربح في الدنيا إذا كانت التقوى قد تحققت. القرآن يقول: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم، والتقوى امتثال ما أنزل الله، قالوا: خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. فإذا ما أنزل إذا تم الامتثال له هذا تقوى، خيره على الدنيا وعلى الآخرة. وفي رواية النبي الكريم صلى الله عليه وآله: من رزق تقى فقد رزق خير الدنيا والآخرة. الآن نريد أن نقف وقفة مختصرة لبعض ثمرات التقوى على مستوى الدنيا. القرآن الكريم وصف المتقين بصفات، من هذه الصفات قوله تعالى بما معناه. خلينا نقرأ الآية نفسها، ثلاث آيات، واحدة تقول الله يحب المتقين، واحدة تقول الله مع المتقين، واحدة تقول الله ولي المتقين. استمع إلى الآيات: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. المتقي حبيب الله، وإذا أحب الله عبدا أدار أمره، يدير أمره. الآية الثانية: واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، ومن كان الله معه كان كل شيء معه، لأن كل شيء جند الله. الآية الثالثة: وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. نوقف مع هالآية: ولي المتقين. إذا كان الله وليا لأحد ماذا سيحصل؟ القرآن يجيب: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ما معنى يخرجهم من الظلمات إلى النور؟ السيد الطباطبائي يقول: هذا النور الذي يدخل قلب المؤمن يجعله يميز بين أمرين، وهذا التمييز يقلب حياته رأسا على عقب. ما هو هذا التمييز؟ قال: يجعله يميز بين الحق الباقي وبين الباطل الزائل. كيف؟ قال: الناس تتعلق بأمور، هذا الأمر الذي تعلق به القلب إما من الباقي من الحق الذي له حقيقة، وإما من الوهم من الباطل الزائل. خلينا نعيش أمثلة. أنا أقرب الناس لي من مالي لأولادي، أولادي هذا لين يوم القيامة أنا باروحهم، أولادي لو آتي ربي فردا فلا أنساب بينهم. هذا الولد، هذه كلمة بنوة وأبوة فيها النشأة، وبالتالي
بالتالي قد أنا أدخل النار بسبب ولد، لأن الولد قد يكون فتنة، وهذه الفتنة متعلقة بأبوة هنا، هناك ما يوجد، وهناك ينكشف فيه الحقيقة. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. بنشوف كثير من الأمور اللي احنا ربطنا مصيرنا بها إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم، ما لها حقيقة خالدة. فهناك من يتعلق بولده تعلق شديد، بحيث يمكن لو فقد هالولد يدخل طب النفسي، مسكنات ومهدئات وجلسات سلوكية، إعادة تأهيل، لأن تعلق شديد بهذا الأمر بالبنوة. شخص يتعلق بالمال، خسر في الأسهم، فقد عقله. إذن إذا تعلق الإنسان بأمر دنيوي هذا زائل، هذا مو باقي، وبالتالي يبقى يعيش أمرين، إما هذا الويل وإما هذا الويل. ما هما؟ إما أنه فقد ما تعلق به فعاش مصيبة ليس بعدها مصيبة، وحزنا ليس بعده حزن، وإما أنه لم يفقده ولكن كل خايف يفقده، يعيش الخوف. فالذي يتعلق بالزائل الفاني الباطل حينئذ هو بين أمرين، إما قد فقده فحزن، وإما لم يفقده وهو قلق أن يفقده فيعيش القلق الخوف. أما الذي نور الله قلبه، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، فيميز بين الحق والباطل وما هو باقي وما هو زائل. فإذا فقد شيئا، هو القرآن رباه لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. جاء أبو ذر قال لي إن الشياه قد ولدت وكثرت، يعني من كثرتها قليل كفى خير من كثير ألها، ما يعبر هذا الشيء. ما معلي يقول لي نعطيها الفقير ذهب لو نعطي فضة، قال كلاهما حجر، أعطوه الأنفع ليه، ما يلحظ نفسه، أعطوه اللي ينفعه، هذا الذهب حجر والفضة حجر. إذا عاش الإنسان هذا المعنى، ميز بين الباقي وهذا، لو يقتل كل أحبته يقول ما رأيته إلا جميلة. لما؟ لأن هالنشأة ما يؤخذ مما لا بقاء له يعوض بما له بقاء، وكل عاقل يرضى ويرتاح أن يؤخذ منه ما لا قيمة له ويعطى ما له قيمة. يعني لو الآن واحد أخذ من عندك عملة مزورة وقال لك جيب هالعملة مزورة بعطيك حقيقية، تستانس لو لا؟ فكل ما يؤخذ من الدنيا هو في الحقيقة لا بقاء له، لا وجود له، وما يعطى في الآخرة مما له بقاء. فإذا الإنسان يؤخذ منه ما لا بقاء له ويعطى ما له بقاء، يحزن أم يفرح؟ يفرح. فلا المصيبة قبل وقوعها تخيفه أن تقع، ولا المصيبة بعد أن وقعت تخيفه أو تحزنه. لهذا الله يقول ألا إن أولياء الله، أول شيء قال الله ولي الذين آمنوا يخرجهم، لما أخرجهم وعاشوا التسليم والرضا صار الآن الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزن. تخيل حياة ما فيها حزن ولا خوف، حياة طيبة، فلنحيينه حياة طيبة. القرآن عبر عن هذا الجديد حياة جديدة، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، حياة جديدة ما فيها نكد. بقدر ما نبتعد عن هالدائرة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إذن من مكاسب التقوى الدنيوية أنها تجعل من حياة الإنسان حياة طيبة، لا يخاف المستقبل ولا يحزن بوقوع المصيبة. أنت تدخل على اثنين، واحد مرض عادي منهار كلش منهار، وواحد كل صنوف الأمراض نازلة عليه ويقول لك الحمد لله احنا بخير احسن حال من غيرنا، والله كريم والله. لما هو الفرق؟ هذا النور، مستوى النور الموجود في القلب. إذن هذا مكسب، يحول المصيبة إلى أمر سهل. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا.
يتيسر لي الشدائد، لأن يتعامل إياها بطريقة ما تتعب. هو يرى أنه أخذ منه عملة مزيفة وأعطيه عملة سليمة، فتصير الحياة وشدتها مي شديدة عليه. هذا على مستوى التعامل مع الأمور. أما على مستوى الواقع الخيرات، الله يقول وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا. إذن الخير الدنيوي يعم بعموم التقوى، والمصيبة لا تحزن ولا تقلق، والأمور المعقدة يتعامل معها بأريحية ويسر، فيعيش الإنسان السكينة. فإذا التقوى طريق إلى سكينة النفس وإلى الطمأنينة وإلى الراحة. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على محمد وآله الطاهرين.